السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم. بعد الصراع الدام بين تنظيم الدولة سيطر مجلس شورى مجاهدي درنا على مفاصل المدينة وأعادها من خارج سلطان الدولة إلى حضن الدولة، فما هو حال المدينة الآن وكيف استقبل علماء ليبيا بيان شورى مجاهدي درنا الذي دعا فيه العلماء لدعم المجلس وتوجيه ما هو من نصائح شرعية وغير ذلك، وما هو رد العلماء؟ هذه هي المحاور التي سوف نناقشها ونطرحها للنقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ محمد أبو عجيلة. مرحبا بك بداية شيخنا. مرحبا أنا سيد. شيخنا، بداية في هذا الحوار، مدينة درنا التي إن صح التعبير نقول كانت مدينة منكوبة تعرضت لأزمات أبان الثورة وقبيل الثورة ومرت بها لربما شيخ الظروف الصعبة. هذه المدينة تحديدا مدينة درنا بعد الصراع دامي كان بين مجلس مجاهدي درنا وبين ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، كيف تابعتم من بداية كل هذه الصراعات التي تدور في هذه المدينة؟ أريد منك إجابة شيخنا، ولكن بعد هذا التقرير الذي يفصل لنا حال المدينة من بعده نواصل شيخنا الكريم. إذا نذهب إلى هذا التقرير من بعده نواصل. درنا تتنفس الصعداء بعد تخلصها من تنظيم الدولة الإسلامية الذي جثم على صدرها 9 أشهر. ذاقت فيها المدينة العريقة طعم الوقوع فريسة للتطرف والغلو، حيث لا صوت يعلو فوق صوت البندقية ولا حديث إلا عن الذبح والدم والقتل، الأمر الذي جعل كثيرين يهجرون بيوتهم وأقاربهم ويطلبون الأمن في مدن أخرى. ومن قصر به الحال وعجز عن مغادرة المدينة اضطر للبقاء فيها ليعاني كباقي السكان من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ويظل الجميع يحلم بيوم الخلاص من هذا الكابوس المظلم وهذا النفق المعتم، فيحقق الله آمال المنتظرين ويستجيب دعوات المظلومين. وتعود درنا بعد انتصارها على هذا التنظيم إلى أحضان الوطن، وهي اليوم أمانة بين أيدي أبنائها الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل تحررها، فليستطيع أبناؤها إكمال المشوار وإعادة الحياة إلى سابق عهدها في أمان واستقرار. وهل تجدي البيانات العديدة التي أصدرها مجلس شورى مجاهدي درنا ولاقت قبولا وترحيبا واسعا بين أوساط المجتمع داخل درنا وخارجها؟ ما دلالات هذه البيانات، خاصة البيان الموجه للعلماء يدعوهم لمساندة مجلس شورى المجاهدين بالرأي والنصح والمشورة؟ خطوات ثابتة واثقة، يقول كثيرون تلك التي يخطوها ثوار درنا، ويظل الجميع في ترقب وانتظار. كيف ستكون مسيرة مجلس شورى المجاهدين في الإصلاح؟ ما الذي سيحسب له وما الذي سيحسب عليه؟ لقد أزال الله تنظيم الدولة من المدينة ومكن للمجاهدين ووضعهم أمام قوله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. السلام عليكم ورحمة الله، نجدد بكم الترحيب في هذا الحوار وبفضيلة الشيخ أبو عجيلة. شيخنا الكريم، بداية كما طرحت عليك بعد هذا التقرير، مدينة درنا المنكوبة التي مرت بعدة صراعات، كيف تابعتم فضيلتكم هذه الصراعات التي توالت على المدينة؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجنود دعوته المخلصين وحملة شريعته الموفقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله لك برنامجك وجهدك وجزاك الله خيرا.
هذه من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهي نقلة نوعية. نعم، نقلة نوعية حقيقة يستبشر بها أهل الحق ومن ينشدون الدورة الحقيقية للعلماء. نعم، لأن العلماء وأهل الفضل، ولما نقول علماء نقول الكتاب والسنة والإسلام، لأن العلماء لا يصدر عنهم الأصل إلا ما كان عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن اجتهاد الصحابة فمن بعدهم. والأمة الإسلامية مرت بمراحل متعددة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الفتوحات، وفي مقارعتها لخصومها من أصل الكافرين، ثم ما يقع في زمن الفتنة. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، الاستنباط هو البحث، هو النظر إلى المآلات، النظر إلى العواقب. هذا يقولون أستاذ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. نعم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. نعم، هي مقبلة لا يعرفها إلا العلماء، لا يرى الفتنة إلا العلماء، يعرفونها ما وراءها وما تنتج وما هي مضاعفاتها. هذا من قبل أن تقبل الفتنة، هي مقبلة إذا نعم. أقبلت نعم. عرفها العلماء، هذه فتنة وهي تؤدي إلى كذا وكذا. أما الجاهل فلا يعرفها إلا إذا انجلت، انجل الغبار وبانت، عندها يوقن ويقول هذه فتنة. نعم، إذا لو أرجعتها إلى العالم بداية، وكل في تخصصه، العلماء كل في تخصصه، لا وقاك الله سبحانه وتعالى كثيرا من المشاكل، إما أن دفعت الضر عنك أو على الأقل أن يكون أخف مما يقع بالجاهلين. نعم، باي. فهذه شيء ثاني أستاذ، يعني من المرارة على النفس أن يحمد الله، أن يحمد الإنسان الله تعالى أن يتخلص من الإسلام ومن الإسلام. نعم، ولو ادعاء. نعم، لأن القلوب والنيات عند الله سبحانه وتعالى. صحيح، لكن أن نحمد أن يتخلص الإسلام من الإسلام فهذه هي نفسها فتنة عظيمة، ولذلك لا تكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. نعم، لكن مع هذا كله أعطوا أو هذا البيان هنا لربما شيخ أعذرني قطعتك. نعم، ولكن بعد هذه الفتن التي وصفتها التي مرت على المدينة خصوصا وعلى عموم البلاد، مجلس مجاهدي درنا أصدر بيانا واضحا للتمسك بعلماء البلد الذين يعلمون عن الله وعن رسوله. كيف قرأتم هذا البيان وتابعتم هذا البيان وتعاطيتم مع هذا البيان؟ إيه، هذا كل ما كنا ننتظره. نعم، هذه سنة لهم أجرها وأجر من عمل بها. نعم، لهم أجرها وأجر من عمل بها ويعمل بها من بعدهم. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. نعم، فهي نقلة كما قلت نقلة نوعية، أن يعودوا إلى العلماء وإلى علماء البلد. هي هنا السر، نحن عندنا إشكالية في حتى المسألة هذه. يعني من قديم يعلم الإنسان مثلا سائرا، أهل مكة أدرى بشعابها. نعم، أهل درنا أدرى بشعابي، أهل ليبيا بشعابه، هكذا تمشي. هنا تتكلم عن علم الواقع شيخ. علم الواقع. نعم، نعم. فلما يرجع إلى العلماء يقول لك مثلا دعوة لعلمائنا علماء. نعم، ليبيا. الأول، نحن نعيش مرحلة يعني مقفرة من بعض من يقول إن ليبيا ليس بها علماء. نعم، أول ما يعطوا المخدر للغافل. نعم، لأن رأي هذه لا يقبلها إلا الغفل، تشكيك بأن الناس إيه هذا. نعم، القطر لا يوجد به علماء. طبيعة الحال. نعم، أنت الآن ولما كأستاذ، الأستاذ في الابتدائي غير الأستاذ في الجامعة. نعم، الأستاذ في الابتدائي وما احترامنا للأستاذ طبعا، يجي الطلبة يقولهم مثلا أنا أعلم الناس، أنا ما فيش مني في الوطن العربي والإسلامي. نعم، فلان هذا أعلم الناس، يصدقونه لأنهم في بداية الحياة وغفلة، عقلياتهم بسيطة. إيه، يعني لكن لو قالها في الجامعة لاتخذوه سخرية، لا تنطلي. نعم، فلذلك هذه لا تنطلي إلا على الغفلة. نعم، إلا على الغفلة. لما تجي تقول ليبيا ليس بها علماء، من إذا صدقها أحدهم
على كل تفسير بمعنى كلمة علماء، بالرواية أو بالدراية أو بالتوفيق. في عالم الرواية، في عالم الدراية، في عالم التوفيق، بالأنواع الثلاثة. هذا القول غير صحيح ومجافي للواقع. فلما نقرأ دعوة لعلمائنا، علماء ليبيا الفضلاء الأجلاء، هذا النوع من الخطاب الراقي لأهل العلم وعلماء ليبيا وأهل الفضل، وهذه تكفي. فهذه كذلك طلب المساعدة المشورة، نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لهم مشورات، لهم اجتماعات، من شاور الناس شاركهم في عقولهم. فنرجع وعندما يجتمع العلماء يزداد بعضهم من بعض علما. نعم، عندما يجتمع العلماء يزداد بعضهم من بعض علما ومن تجاربهم، كل حد يفرغ ما عنده من التجارب، لأن احنا في أمس الحاجة إلى 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 العلم، والعلم بالواقع وتنزيل النصوص على واقعها وعلى حالة الناس ومآلات الناس. ونحن في ليبيا عندنا من أهل العلم وأهل الفضل ما هم كفيلون بحل بإذن الله تعالى جميع مشاكلنا. فهذا الخطاب، هذه لقد أعذروا إلينا الآن، أعذروا إلى طلبة العلم وإلى العلماء، وقطعوا الطريق والحجة أمام كثير مما يقول، يعني كل حزب ما لديهم فرحون، كل حد يعني يغني على ليلى. لا، شاركوا أو أوجبوا على علماء الأمة وعلى دار الإفتاء وعلى هيئة علماء ليبيا وعلى رابطة علماء ليبيا وعلى العلماء المستقلين وعلى كافة العلماء أن يدخلوا، ونحن يا شيخ أستاذي السلمين في سفينة واحدة. نعم، إما أن تنجو جميعا وإما أن تغرق جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة. طيب، وفي البخاري ومسلم. نعم، طيب. نعم. شيخنا شيخ بعجلة، بداية في هذا البيان الذي أطلقه مجلس شورى مجاهدي درنا، نعم، وينادي بالعلماء وأن العلماء يحكمون شرع الله عز وجل في هذه البلاد ويقيمون المحاكم الشرعية التي تحكم بما أمر الله جل وعلا. وأيضا شيخ أبو عجيلة، نظرت المجلس بأن في ليبيا علماء وأن بهذا القطر الجغرافي هناك علماء وأن هناك انتماء لهذا المجلس لهذا القطر، لما كما يزعم البعض بأن هذا المجلس خارج نطاق الدولة وأنه يتبع تنظيمات بعينها، أيضا صرح بأنه لا يتبع أي تنظيم لا داخل ولا خارج البلد. مثل هذه الخطابات أنتم كعلماء كيف تتابعونها؟ كيف تقرؤونها؟ هل ترون فيها جدية أو لا؟ وأيضا سؤال يطرح، لماذا لم يكن هناك تواصل من قبل مع مثل هذه المجالس التي قامت بحركات التغيير إن صح التعبير؟ أما من حيث التواصل، قد يكون فيه تواصل وربما كان ضعيفا، لكن سأخبرك عن أمر يا أستاذي. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور بحديث يعني يسموه المسيء صلاته، نعم، رجل صلى فلم يتقن الصلاة، صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم بعد ذلك جاء وقال علمني يا رسول الله فعلمه. نعم، لما تقول علمني علمك، لكن إذا أنت راكب راسك وتقول أنا العالم، أو تأخذ في فتواك من خارج البلاد، أو لا ترى أن ليبيا فيها علماء وأن فيها الفضل، بل بعضهم يرى أن علماءنا هم سبب نكبتنا. نعم، وسبب بلائنا. باي، فهذا ما تفعل ما. لكن لما يقول الآن هم، نعم، فعلوا ما فعل الرجل مع النبي اللهم صل عليه، المسيء في صلاته، إيه، مع الـ 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 الفارق في القياس، نعم، أو قياس مع الفارق في فضل النبي اللهم صل عليه، فهو قال له علمني. نعم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد تكسير هذا الحاجز شيخنا، ما الذي سوف يحدث؟ نواصل معك بارك الله فيك، ولكن نستسمحك عذرا إلى فاصل قصير، من بعده بإذن الله نواصل. إذا فاصل ونواصل. الصوم، الصوم مدرسة نتعلم فيها الأخلاق الفضلة، مش الحرمان من الطعام والشراب بس،
حفظ الجوارح وكفها على المحرمات حتى هو من الصوم. لازم على الصايم يحفظ لسانه عن السب والشتم والقيل والقال، ويحفظ العين عن المحرمات، ويحفظ قلبه من الغل والحقد والحسد. خوي واختي الصايم اللي يمسك عن الطعام والشراب بس ما يمسكش باقي جوارحه عن الحرام، مش حيكون لا من الصوم إلا الجوع والعطش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. أخوي واختي الصوم لكل الجوارح مش بس الأكل والشرب. ربي يتقبل منا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ محمد أبو عجالة. فضيلة الشيخ، بداية استعرضنا بيان مجلس مجاهدي درنا الذي نادى العلماء بالتواصل الفعلي لتحكيم شرع الله عز وجل، يعني الفصل في القضايا الموجودة من خلاف، من وأد لفتنة موجودة وغير ذلك. شيخنا، تكلمت عن واستشهدت بحديث المسيء في صلاته، وأن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، والآن هذا المجلس يطالب العلماء ويطالب الفضلاء وأهل العلم بالتواصل الفعلي. واصل شيخنا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا من منطلق دار الإفتاء مثلا، هذه أكبر مؤسسة الآن في الدولة الليبية، هي مدت ذراعيها ومدت أيديها للتواصل مع العلماء في ليبيا، فتحت الباب وكنت موجودا عدة مرات، طلبت من جميع من يمثلون العلماء في ليبيا: تعالوا نخرج بيانا واحدا، نتفق على كلمة سواء، اكتبوا ونحن نوقع معكم. بعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب، وذهبت قوافل دار الإفتاء إلى الشرق وإلى الجنوب وإلى كل مكان، وحاضروا حاضر إخواننا وزملاؤنا وبينوا منهجها وطريقتها في الوسطية وإلى كلمة سواء. هذا مجهود موجود، وما بخل المفتي بكلمته في دار الإفتاء أو في دروسه أو في بياناته. مجلس البحوث بدار الإفتاء ساندهم عدة مرات، أهل درنا والشرق ساندهم ببيانات وباستنكار ما هو منكر وبتقبل ما هو معروف، وسندهم في الحق. يعني هذا موجود. لكن طيب فقط شيخ أبو عجالة، أستسمحك عذرا، ننوه الإخوة بمجلس مجاهدي درنا بأن الإخوة بغرفة التحكم يحاولون التواصل معهم، ولكن الأرقام خارج نطاق التغطية، فليذهبوا إلى مكان فيه تغطية فقط للتواصل. أيضا شيخنا، في كلامك الإخوة بهذا المجلس قالوا صراحة أننا نريد التواصل الفعلي والمباشر مع علماء ليبيا، سواء مجلس البحوث الذي ذكرت، سواء العلماء المستقلين وغير المستقلين، دار الإفتاء تحديدا، من غير وسائط كما قالوا. لا نريد وسائط بيننا، لربما هذه الوسائط أحيانا تعرقل هذا التواصل شيخ. نعم. يعني ما المنع؟ دار الإفتاء بالذات، دار الإفتاء هي مستعدة لما ما تستطيع أن تقدمه فلن تبخل، وفتحت منابرها وجلس في هذه الأماكن حتى من بعض الناس، وبينوا اتصلوا بآرائهم وأعطتهم الفرصة، وتعدل الآراء وهي هيئة، ولذلك يستفاد منها. أنا ليش شخصا واحدا كما يدعي بعض الناس أن في المفتي فقط حفظه الله تعالى، لكن هي هيئة، فيها هيئة في دار الإفتاء وفيها مجلس البحوث وفيه الأوقاف وفيه رابط علماء ليبيا، في هيئة العلماء، كلهم مستعدون لتقديم ما يستطيعونه من استشارات علمية صائبة رائدة بإذن الله تعالى، وكلنا في حاجة وفي حاجة ماسة لأن نتوافق، لأن الكيد كبير جدا. نعم. الله تعالى يقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لأن أكبر مصيبة تواجه العالم الإسلامي اليوم هي تشويه الإسلام. نعم. مهما كنت وسطيا، الغرب يسعى إلى أن
الإسلام نفسه إرهاب. الآن ما قدرش أقولها فيقول التطرف كذا إلى آخره كذا، لكن في النهاية هو الإسلام كله إرهاب. نعم. فماذا يفعلون؟ يساعدهم بعض الناس من غفلتهم، لأن هناك من هو غافل نيته طيبة لكنه غافل أو بحمق، ومنهم من هو يعني مسيس أو ركب وركب. نعم. فيقول هذا هو إسلامكم، انظروا إذن أيها الشعب الكريم الليبي، هذا هو الإسلام، هو قطع الرؤوس، هو القتل، هو الإرهاب، هو كذا. حتى إذا خرج أي واحد مهما كان متوسطا، مهما كان معتدلا، مهما كان ينشد الدولة الإسلامية التي أرادها الله تعالى وأرادها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لن تقبل. نعم. لا يقبلها الناس فيردها الناس، وهذا واقع الآن في بلاد مجاورة وفي كثير من بلاد المسلمين. لكن الناس عندما يرون الإسلام وسماحته من أهل الاعتدال والذين ينزلون الأحكام الشرعية على ما نزلت فيه وبدون غلو ولا إفراط ولا تفريط، عندها يقبل الناس على الإسلام. نعم. هذا أمر واضح. فدار الإفتاء وغيرها بإذن الله تعالى تتواصل معهم، وخطابهم كما قلت في غاية الرقة والسمو. نعم شيخ. وصفوا بأنهم أبناء وهؤلاء الآباء. نعم. لأن هذه هي هناك أدب، أدب راقي. نعم. كذلك الانتماء، الانتماء أعجبني في أعجبني قولهم وقول إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. لأن احنا الآن عندنا تغريب حتى لمذهب، حتى تغريب، تغريب حتى لمن؟ حتى المذهب، للمذهب نفسه. نعم. باي. والمذهب أقدم عروقا، إن قلت في السلفية أو في هو المذاهب كلها الأربع احنا لا نطعن فيها، ولكن الله تعالى، لكن الله تعالى وزع هذه أو جعل هذه المذاهب وجوها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم احتضنها العالم. نعم. منها ما هو في الشرق، ومنها ما هو في الغرب، ومنها ما هو في الشمال. طيب. لتبقى وجوه السنة. نعم. لتبقى وجوه السنة. الله جعلنا في الغرب الإسلامي نحفظ وجه السنة عن طريق فهم الإمام مالك، فحيها. طيب، سوف نتكلم بقليل من التفصيل فيما جاء في البيان. نعم. وما ذكره الإخوة في هذا البيان، ولكن هناك بعض الأصوات تعالت وأرسلت بعض من الشبه شيخ، نريد أن نرد عليها سريعا. نعم. هناك من قال صراحة، لماذا يطلب مجلس مجاهدي درنا التواصل مع العلماء، سواء العلماء المعروفين بمؤسسات الدولة أو المستقلين كما ذكرت، ودور العلماء كما يقولون يعني دور محصور في المساجد، دور العلماء دور محصور في الفتية، ما دخل العلماء كما يقال أكرم الله العلماء، ما دخل العلماء في سياسات الدولة؟ هذه السياسة الخاصة بالدولة لها رئيس دولة ولها برلمان ولها حكومة، فليتواصلوا مع أولئك، لماذا العلماء؟ نعم، هذه هتية من خلط الأوراق. نعم. لأن هذه تصدر أصلا هي يعني العلمانية. نعم. اللي يقول لك الدين، مسجد، أحكام شخصية، طلاق، نكاح، أشياء زي كهذه وانتهينا. هذه وذاك يقولون الإسلام نربأ به أن ندخله في السياسة، سياسة فن. نعم. الممكن، فن الكذب، فن كذا، والإسلام عظيم لا يكذب كذا، فهذه علمانية، فصل للدين عن الدولة بطريق مؤدبة، كأنهم يحفظون الإسلام بها وهم يدمرونه. نعم. باي. فبيقول لك نعم، هو لما يحولها للعلماء، العلماء إذا كانوا ربانيين، إذا كانوا مخلصين، فهم سيكونون تحت ولي الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والعالم أو دار الإفتاء أو العلماء عندما يناصحونهم يقدم لهم مساعدة والرأي، ما أول شيء يقولهم كونوا تحت الدولة، ما قولهم كونوا إمارة خاصة أنتم. دار الإفتاء وغيرها، والمفتي نفسه قدم هذه النصيحة، قال لهم نشد من أجركم، نبارك عملكم، نناصحكم، نحن وأنتم في مركب واحد، لكن كونوا تحت الدولة. إذن العالم الرباني والعالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون خارجا عن الدولة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي الخلاصة هذه النتيجة، سواء لو خاطبوا الدولة مباشرة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وكل شيء، ليس هناك من أمر إلا ولله حكم فيه. نعم. بين الأحكام الخمسة المعروفة، ولو كان إباحة خلاص،
والجواز، فهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحتى حوله إلى رأس الدولة، وكان رأس الدولة على خوف من الله واتقاء لله سبحانه وتعالى، وسيحوله إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم طيب لا تعلم. طيب ليش يا شيخ؟ فلو هؤلاء قدموا طلبوا الاستشارة في الاقتصاد سيحولوها إلى علماء الاقتصاد، إلى في الطب إلى علماء الطب، في الهندسة إلى الهندسة، في مجموع الشريعة ومجموع الأحكام، لأن الأحكام الآن تتعلق بالدماء، تتعلق بالأشلاء، وتتعلق بانتماء الدولة، وتتعلق بأمور عظيمة للإسلام فيها حكم، هو الذي يصدر الحكم فيها عن طريق دار الإفتاء والعلماء، فذلك يأتي كل في تخصصه ويطبق هذه الأمور بما يرتضيه الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض. طيب لا تعارض. طيب قبل أن ننتقل من هذه الجزئية، وإن كانت الدولة لا تنادي صراحة بتحكيم شرع الله عز وجل، وإنما تسير بالقوانين الوضعية كما يقال، ما هذا هم قالوه ولا من قاله؟ لا لا لم يقولوا هذا. ولكن هذا من الأسئلة التي تطرح. تطرح به؟ نعم. إيه؟ الدولة أي دولة؟ نعم. دولة، أما الدولة دولة الحكومة المؤقتة والحكومة الحكومة الإنقاذ والمؤتمر، هي هذا التكالب عليها في العالم كله والتضييق عليها وعدم اعتبار حتى حكم المحكمة، وبعضهم يعتبرها إرهابا وبعضهم يعتبرها سند الإرهاب، ما هو إلا أنها تنادي بتطبيق الشريعة أو بما تستطيعه من تطبيق الشريعة. هي لو أعلنت المؤتمر أو الحكومة أعلن تبرؤها من الإسلام كما تبرأ غيرها، ونادى الغرب قائلا أنا أحق بحكم ليبيا، ما دليل ذلك؟ ما دليل صلاحيتك لأن تحكم ليبيا؟ نعم. يقول لا سياسة في الإسلام، لا إسلام في السياسة، لا سياسة في الإسلام، الدين هذا خاص بالناس، نادى بالعلمانية، نادى بعدم تطبيق الشريعة. يقولهم أني بعدم تطبيق للشريعة أصلحوا لأن أكون خليفتكم أنتم في ليبيا، وغيره من أهل الحق يقول أنا أصلح لأن أكون خليفة الله تعالى في ليبيا، في أرض ليبيا. نعم. ومن هنا العالم يقدم ما يستطيع من مساعدات ومن اعترافات ومن انحياز لهؤلاء، لا لهؤلاء. نعم. فكيف هؤلاء يفعلون ما يستطيعون؟ هذه مشكلتهم هم مع الغرب، أن يحاولوا، أن الدولة حاولت أن تقضي على الربا، لأن ليبيا بفضل الله عز وجل يعني من يعني ثاني دولة تعتبر في العالم، في العالم الإسلامي في قصة الربا. نعم لم تسبقها إلا السودان، حتى يعلم الناس. نعم. باي، لكن بما تستطيع، لكن هذه الفتن وهذه الحرب وهذه التشرذم هذا يعيق ذلك، تحاول ما تستطيع أن تفعله. الآن تحاول الآن، العمل يجري على قدم وساق في تعديل القوانين. نعم. قوانين الوضعية التي تنافي الشريعة، ما لم ينافي الشريعة باق، وما نافاها وينافيها فهو مردود. والآن لجنة كريمة عظيمة تعمل فيه ليل نهار، وقامت بجهد كبير جدا في القانون المدني والقانون التجاري، وتعرضه يعرضه الفقهاء على أقوال العلماء وعلى أقوال أهل العلم. نعم. وعلى القوانين الأخرى، وتستفيد من التجارب الأخرى ما استطاعت. وإذا من الله سبحانه وتعالى وهو الولي المولى بأن استقرت البلاد على ذلك وترك لها أن تفعل ذلك، سيرى الليبيون بإذن الله تعالى نصرا عظيما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا سيدي، سيرون خيرا عظيما. فإذا أبوا إلا أن يتركبوا ذلك وأن يقفوا مع أعداء الإسلام ومع من يعني يتنكب الإسلام، فنسأل الله العافية. طيب شيخ، نرجع هنا إلى البيان. نعم. والتعليق على بعض ما جاء في هذا البيان مجلس مجاهدي درنا. نعم. بداية وصفت أن بداية البيان كان فيه نوع من الأدب مع العلماء، ومع حتى وصفوا بأن العلماء بالآباء. نعم. وأنهم أبناء لهذا الوطن ولأولئك العلماء، من ثم ذكروا مقولة الإمام مالك رحمه الله. نعم. وكأنهم هنا يعتدون بالإمام مالك. نعم. إماما لأهل. نعم. السنة. واضح. وإمام واضح. متبع. طيب واضح. هنا
المذهب المعمول به في البلاد، المذهب المالكي، ورجوعهم إلى هذا المذهب واستشهادهم بأقوال الشيخ المذهب الإمام، ماذا يمثل؟ أريد منك إجابة شيخ، ولكن بعد فاصل قصير. أستأذنك للفاصل ونواصل. إذن فاصل ونواصل. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عندنا هلبة نقص يعني في منهم من الأدوية، أدوية تولينا ممكن حوالي ممكن بتاع 3 شهور وما عندناش أدوية بكل، ولا 4 شهور. الموقف الآن صعب يعني بالنسبة للمريض، ممكن حتى يضطر باش يغسل ما يحصلش، يعني ما يلقاش حتى ما يغسل. عبد الله الميدونيس، الصفة رئيس الجمعية الليبية لمرضى الكلى والفشل الكلوي. الجمعية هذا تهدف إلى رعاية المرضى وتقديم لهم يد العون في عملية الزراعة وفي شراء الأدوية وفي شراء المعدات بإذن الله تعالى. قمنا بفتح حسابات جارية لها بمصرف الصحاري جنزور، رقم الحساب 584 لهذا خاص بالزكاة، و585 هذا خاص بالتبرعات والصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة فتصدقوا. الجمعية الليبية لمرضى الكلى والفشل الكلوي للتبرع للجمعية تحت حساب رقم 584-585 مصرف الصحاري فرع جنزور. السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم، ونجدد بكم الترحيب وبفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة. الشيخ محمد، قبل الفاصل تكلمنا عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله واستشهاد المجلس بالإمام ومقولات الإمام، ماذا يمثل؟ هذا كله يمثل الانتماء. نعم. أولا المثل يقول العربي، يقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. ناس في اختلاف كذا كذا، هل هي إمارة، هل تنفصل عن الدولة، هل هي تمثل إرهاب، هل تمثل كذا، وكل يعني يستوظفها لمصلحته. نعم. يعني بعض الناس في ليبيا الآن أو بعض الاتجاهات يتمنى أن الرؤوس في درنة تقطع بالآلاف كل يوم كدا. ليقول العالم انظرها، إذن يعني يقول لله درنة في الداخل والعالم أنا المنقذ. أنا يكبر عندنا مشكلة، هي مشكلة المنقذ. نعم. مشكلة المنقذ. وأنا في عجلة أقول للناس: تدبروا القرآن، تدبروا القرآن. القرآن الذي نادى بأعلى صوته وجاء لموسى عليه السلام قال لني أقم الحد على قاتل عمي، هو قاتل عمه. نعم. قتله وطلب أن يقام الحد على قاتله وطلب من موسى، فالله تعالى أمرهم أن يضربوه بالميت بلحم البقرة، فقام وقال: هذا الذي قتلني. الذي يريد يستوضف المسألة وأراد أن يسلق بغيره هو القاتل. فمرات انتبه، هذا يقول من المستفيد؟ صاحب الجريمة هو المستفيد من هذه الجريمة. نعم. لابد أن يتنقل الناس وأن يكونوا على علم. فبعض الناس يريدون ذلك ويقول لك هذه منفصلة، هذه إمارة، هذه كذا. الآن لما يقول لاني قاعد تحت الدولة، على الأقل بقوله هذا باي، والناس أمناه على ذلك، فنقول هذا انتماء. ثم يزيدها بقضية الشهادة بإمام المذهب، وليبيا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى دون تعصب باي. فهذا نوع من الانتماء، ونوع من الانتماء في حضن الأم سواء بالمذهب أو بأهل العلم، وعندها سيكون الأمر إلى خير بإذن الله تعالى،
وهذه كما قلت بداية نقلة نوعية عظيمة نشد على أذرهم ونسأل الله أن يبارك فيهم وهذه أول خطوة في الطريق الصحيح. نعم أول خطوة في الطريق الصحيح. الصحيح. طيب شيخ قبل أن نتواصل أو نواصل الكلام في البيان الذي جاء فقط تنوه بأن هناك ندوة تعقد الآن في قاعة المؤتمر بخصوص المسودة الأخيرة بين مجموعة من النخب الليبية لنقاش هذه المسودة سوف تكون معنا بعد قليل. نرجع إلى فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ طلبوا في هذا البيان وغيره من البيانات بأن العلماء يحكموا أو يفعلوا المحاكم الشرعية. نعم. هناك من يسمع بمصطلح المحاكم الشرعية يقول لك إذن هي الإمارة. نعم. ما المحاكم الشرعية؟ هل نحن في دولة غير إسلامية؟ دولة غير مسلمة؟ هذا من يثيرون الشبهات. نعم. وأيضا شيخ بارك الله فيك عندما يطالبون العلماء بتحكيم أو تفعيل هذه المحاكم كيف للعلماء أن يفعلوا مثل هذه المحاكم؟ بارك الله فيك. دعواهم هذه هي نفسها نفس الدعوة اللي نادت بها دار الإفتاء ونادت بها العلماء من بداية التوراة. نعم. تفعيل القضاء. تفعيل القضاء. لما لأن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة بما يستقيم حال الناس، الناس منهم من يقوم ديانة بنفسه يستقيم. لكن هناك كثيرون لا يستقيمون إلا بالرادع. نعم. إلا بالرادع. لما نقول تفعيل المحاكم يعني هي واخدة غفطة الآن ويعني في شيء معذورة فيه وشيء غير معذورة فيه من ناحية الأمنية وكذا إلى آخره، لما نعطيها الأمن ونعطيها القوة تستطيع أن تعاقب وأن تسجن وأن تعمل عندها يخشاها الناس وينتظم المجتمع. أما القول أن المحاكم كانت شرعية ولا غير شرعية، المحاكم كانت شرعية وكانت غير شرعية، بها قوانين فيها فيها وفيها. نعم نعم فيها أشياء كثير منها وهذه الآن يعالجها الذين يعدلون القانون. ما كان منها وهو كثير أراه الأكثر على الشريعة. نعم. باي. وفيها أشياء لم تكن، هل لما كانت تحكم المحاكم بقانون 104 مترا هذه كانت شرعية؟ كما كان البيت السكني كانت شرعية؟ لا طبعا. هذه كانت هذا شرع مخالفة للشريعة. هذه كانت مخالفة واضحة. نعم. أي واحد يعرفها ولا لا؟ السيارة اللي يقودها هل كانت هذه شرعية؟ نعم. هذه لم تكن شرعية. أخذ أموال الناس بالباطل هذه لم تكن شرعية. كذلك في أشياء باقية من قوانين قديمة وكذا تخالف الشريعة. لا نقصد أن نقيم محاكم خاصة بدولة معينة عندها نمط معين ولباس معين، لا 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 لا، نقصد أن تكون تحت الكتاب والسنة وتحت الفقه المالكي في أحكام القضاء. ولما نقول نفعلها على الإسلام يا سيدي 80% هي على الإسلام وفي 20% نعدل 20% 5% 10%، هذه معناها. حتى بعض الناس لما استاذ يقول لك لما يقول فلان اسلامي او بنطبق الاسلام يقول احنا كنا على الكفر، لا لا، كنت انت تطبق في اجزاء وتترك في تطبق اجزاء وتترك اجزاء، نريد ان تطبقه. نعم. كلا. هو من يتوجس لا تجزؤ فيه. هذا الفرق. راهو من يخاف ومن يتوجس يقول لك شيخ تريدون قطع الاعناق والرقاب والايادي وغير ذلك بهذه المحاكم. به. نعم. هذا عنده أمران، أو نسأله سؤالين. هو إذا عند اعتراض على قطع العنق عند توفر الشروط وانتفاء الموانع هذا كذب القرآن، عليه يجدد إيمانه. نعم. هذا ما فيش مسلم يقول أنا ضد المسألة هذه. قطع اليد نفس الشيء. باي. هذه عقوبات رادعة، عقوبات رادعة. إذا قطعت يد واحدة في طرابلس فلن ترى مجرما بعدها ولا سارقا. نعم. لأن مال الدنيا ما عوضلاش إيدا، ما عوضلاش إيدا المقطوعة، لأن بقعت أمام الناس عارا له وشنار عليه. باي. هذه المسألة. لكن نحن ماذا قديما قال الشيخ المراغي شيخ الأزهر قديما، معليش ابن حسين. نعم شيخ. قال إذا أردنا أن يسلم المصريون فيجب أن يسلم الغرب فيقلدهم المصريون فيسلموا. نعم. أو فيسلمون. هذه التبعية. تبعية. نعم. لما تجي تقول اسمع في الغرب في عقوبات رادعة هي خلطة من تضمين. كيف العقوبة الرادعة؟ يجي واحد يركب في حافلة. باي. ما يدفعش يعني جزء من دولار. ما يدفعش. فشدوه. لما ياخذوا منه 60 دولار 70 دولار والله يورو الخاطر ركبت هذيك البلاش
اللي هي ياخذوا منا ثمن ما يركبه عاما كاملا في المركوب العام. العقوبة الآن متناسبه مش متناسبه؟ نعم. انها ركبة واحدة تاخذ منا حق ركوب السنة مش متناسبه، لكنها عقوبة رادعة فاستقامت أحوالهم بها. كذلك الإسلام، هم أخذوها منا ونحن تركناها. فليس معنى ذلك أن احنا إذا طبقنا الإسلام سترى الليبيين بدون رؤوس والأيدي كلها مقطعة، لا، هناك شروط وموانع يجب أن ترتفع، فلن ترى إلا القليل، وهذا القليل تقطع يد واحدة من أجل أن يأمن الناس جميعا. نعم. يجلد شخص واحد من أجل أن توفر الأعراض جميعا، فهي بموازنات الربح والخسارة مع الليبيين ومع أهل الإسلام، وهذا ما ارتضاه الله. أما إذا جاء بعض الناس تطبقها تطبيقا خطأ أو مبالغا فيه أو شيء من ذلك، فهذا من خطأ الناس لا من خطأ الإسلام. نعم. وبدأت أخافوا على الناس في إيمانهم، إياك، الخطأ ينسب إلى أهله. نعم. أما لا ينسب إلى الإسلام، لا ينسب إلى الإسلام أبدا. طيب شيخ، بكل صراحة واضحة، الآن مجلس مجاهدي درنا الشباب الذين ثارت حولهم الشبه والشبهات، وهناك من حاول أن يشوههم الآن ببيانات واضحة، يقولون نحن مع تحكيم شريعة الله عز وجل، مع العلماء، أيضا مع هذا القطر الليبي يعلنون انتماءهم لليبيا ويتبرؤون من أي تنظيمات داخلية وخارجية ويتبرؤون من كل ذلك، ولكن لا يزال التشويه بأن هذه المدينة مدينة إرهاب وتطرف وغلو وغير ذلك. ما هو الطائل من هذا التشويه؟ لا، هذا توظيف، هذا استفادة. نعم. هذه استفادة من لقمع الإسلام في درنا وفي غيرها، يعني رسالة يا أيها البلاد ساوية، أي البلاد في أي مكان من البلاد ليبيا، إذا فعلتم مثلهم يفعل بكم بمثل ما فعل بهم. هذا استجلاب للغرب، استجلاب للقوى الخارجية، هدم للإسلام، تخويف من الإسلام يستوظفه بعض الناس، لكن الله تعالى سيعاقبهم بنقيض مقصودهم. نعم. الله تعالى قال في الكافرين، ويفهم الناس يا شيخ، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نعم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، يعطيهم فرصة. نعم. للحسرة ثم يغلبون. نعم. مهما فعلوا. لماذا؟ أنا قلت لك في المقابل، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، في عقيدتي وعقيدتك فلله المكر جميعا. نعم. لكن لابد أن نحن نكون على هدى، لا أن نكون مدبدبين. أما هذا توظيف، توظفه ناس في داخل ليبيا وفي خارج ليبيا، هم جعلوك إرهابيا مهما فعلت، ما دام قالوا هذا إرهابي، ما دام قلت بنطبق الشريعة فأنت إرهابي. نعم. ولو كنت أوسط الأواسط، وإذا قلت أنا مش طبق الشريعة فأنت لست بإرهابي ولو كنت شديد الإرهابي. إذن هي حرب على الإسلام. بالضبط. طيب شيخ، لم يتبقى معنا إلا 3 دقائق الآن، في كلمات بارك الله فيك، ماذا على العلماء من دور وعلى هذا المجلس وعلى عموم الشعب الليبي؟ كيف يتواصل الجميع، يتكاتف الجميع، يجتمعون على كلمة سواء؟ شيخ بشير، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه مش العلماء والقضاء وأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، علم وعدالة ورأي. نعم. إذا اجتمعت هذه على كلمة حق فإن الله ناصرهم، مهما هرج المهرجون وشوش المشوشون وكذب الكاذبون وأرجف المرجفون. والعالم يقول كلمة الحق وبعد ذلك أن يرى ثمرتها الآن فبها ونعمت، رآها الشعب بعد سنين وحتى وهو في قبره، أو دفع دمه ثمنا لها، أو كان وراء القضبان. قال يا شيخ أمين، قال علماء السيرة، قال علماء السيرة إن مكة فتحت بمهجع. فتحت بماذا؟ بمهجع. نعم. مهجع هذا رجل قتل في بدر، سبحان الله، سنة 2 من الهجرة، ومكة فتحت سنة 8. نعم. 6 سنوات. قالوا إن مكة فتحت بمهجع. نعم. بالسهم الذي أصاب مهجعا، هذا هو الذي فتح الله به مكة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون. نعم. لما شكا إليه أهل مكة، حديث مسلم وفي غيره، قال
والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذا عدم الاستعجال والأمر يحتاج إلى صبر. إلى صبر، نعم. وأن تقول كلمة الحق، وأن للعلماء أن يؤدوا الذي عليهم. لكن أن أكبر، هل تعلم يا شيخ أن أكبر مشكلة الآن تواجه المسلمين في ليبيا في غير العلماء؟ نعم. العلماء، علماء الذين يقولون لي ما فيهاش علماء ولا تسمعوا لإفتائكم، يقولون ينظرون طول الوقت ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر الشيخ صادق ولا كان دار الإفتاء فلا ولي أمر. لعلنا نفرد لهذه النقاط مساحات أخرى شيخ، بارك الله فيك على ما أفضت في هذه الحلقة، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة. للأسف دهمنا الوقت، وأيضا حاولنا أن نتواصل مع الإخوة بمجلس مجاهدي درنا، ولكن الأرقام كانت خارج التغطية. مني وفريق العمل تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، وربي يحفظك.